معكم عائشة البقالي، دونك الكاتبة العامة للجمعية المهنية للمقاولات النسائية بالمغرب، وكذلك مديرة العامة لمكتب الدراسات اللي هو بيرفورمانس برو فورماسيون كونساي. حنا الهدف ديالنا طبيعة الحال كجمعية نسائية هي أن ندعموا المرأة باش تمشي نحو المقاولة وباش تشارك في جميع الغرف المهنية، يتمكنها منها أنها تكون عنصر فعال في المجتمع الاقتصاديا ولا اجتماعيا وطبيعة الحال حتى سياسيا. حنا اليوم متواجدين مع الشباب المستقبل ومع الجمعيات النسائية والمجتمع المدني مدينة سلا. الهدف هو تحقيق واحد لقاء تواصلي مع نساء سلاويات باش يعني كدردشة على شنو هي المشاكل اللي عندهم، شنو هما يعني المسائل اللي حنا كجمعية نسائية ممكن نقدموها لهم باش نساعدوهم على أساس أنهم يزيدوا في العمل ديالهم ويزيدوا يطوروا من الحرف ديالهم ويطوروا من المهن ديالهم. المشاريع اللي كتفكروا ديروها المرأة السلاوية؟ مشاريع عديدة جدا، احنا ما كنجيوش بواحد المشروع، احنا كنجيو لدعم المشاريع. يعني المشروع سيكون نابع من المرأة، تكون هي اللي عندها واحد فكرة مشروع اللي كتآمن بها واللي كتقنها اذا عندها حرفة مثلا واللي هي باغا تزيد بها لقدام. احنا الهدف ديالنا طبيعة الحال هو ان نشوفوا مع هذاك الفكرة، نشوفوا مع هذاك الفكرة واش تنجحها والى مدى ممكن تنجحها، وإلا كانت فكرة جديدة مبتكرة ممكن احنا نعاونوها يعني من حيث التأطير ديالها التكوينات، ممكن ندعموها يعني من ناحية يعني التواصل يعني الريزوتاج مع الايكوسيستم اللي كاين كله. يعني مثلا اللي بغات الكريدي بغات دير بيزنس بلان ديالها، عندها مشكل مثلا هو انها تواصل مع بعض الجهات اللي هي إدارة ولا اي حاجة، احنا ممكن ندعموها ونعاونوها في الاتجاه هذا. رسالتي للمرأة السلاوية اللي بغيت نقولها بأن المرأة السلاوية دائما كان عندها واحد الدور فعال يعني من القدم، يعني بالإضافة إلى أنها سيدة هي أنها مربية أجيال، فهي مرأة اللي كانت مقاومة وهي كذلك مرأة اللي هي يعني مرأة اللي كتشتغل يعني في الأعمال وفي يعني كتطور مناخ الأعمال. إذا المرأة السلاوية أنت رافعة للتقدم السوسيو اقتصادي داخل مدينتك، ما تبخليش عليها. السلام عليكم، معكم خويلة رشيدة، أستاذة التعليم وفاعلة جمعوية. حضوري اليوم في هذا اللقاء التواصلي للاستفادة بأن المرأة السلاوية بما أنها يعني مهمشة بمدينتها، في هذا اللقاء غادي تستفد وكيفاش أنها تلقى شخصيتها، كيفاش أنها تفتح واحد المقاولة، كيفاش أنها تزيد للقدام، كيفاش أنها عاد تكون يعني أنها تندمج في المجتمع، ما تبقاش حبيسة يعني واحد أو ينقل مقوقعة في البيت ديالها. هذه الاستفادة من هذا اليوم. بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم رشيدة المنيسي، رئيسة الجمعية المهنية لمقاولات النساء ورئيسة ائتلاف رباط سلا قنيطرة مبادرة. احنا اليوم في صدد اننا نتواجدوا في المدينة العتيقة سلا باش نديروا واحد لقاء تحسيسي مع السيدات ديال المدينة اللي هما سواء حاملة مشروع او فكرة او عندهم مشروع ديالهم وكيخدموا في القطاع غير المهلكل. وحنا اليوم بغينا نهضروا ليهم على شنو معنيت المقاولة وشنو معنيت خلق مشروع وشنو معنيت لأنهم كيفاش يقلبوا على الموارد المادية وحتى الدعم المعنوي باش يصاحبوا المشروع ديالهم. غنهضروا ليهم بزاف على غنكونوا غنهضروا اون جينيرال، ماشي ما غنمشيوش في شي فورماسيون اللي غتكون بزاف تكنيك، ولكن غيكون بزاف تحسيس لأهمية أن المرأة تكون عندها واحد تمكين اقتصادي باش تكون داعمة للعائلة ديالها، داعمة للمدينة، وتكون رافعة اقتصادية للمدينة القديمة ديال سلا.